عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. جلالة الملك يدشن أمس مركزا للطب النفسي الاجتماعي بمنطقة تطمليل بإقليم مجونة، مشروع تضامني أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن. احتفاء بذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تارودان، تم تقديم حصيلة المشاريع المدرة للدخل لفائدة المرأة القروية والشباب. بإقليم سيدي قاسم تنظيم حملة طبية تضامنية مجانية لتصحيح البصر والكشف عن أمراض العيون. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه تم تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية الذي كان من المقرر أن يترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يومه الاثنين 12 رمضان الأبرك بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء. أشرف صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله أمس على تدشين مركز للطب النفسي الاجتماعي بمنطقة تطمليل بإقليم مجونة جهة الدار البيضاء سطات، مشروع تضامني أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن يستهدف التكفل النفسي الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مستقرة. التفاصيل. تكريسا للدور الذي تطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تشكل أحد الأوراش الكبرى المجسدة للفلسفة الاجتماعية للعاهل الكريم، فقد مكنت هذه المؤسسة من توسيع الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين ظروف العيش وتحفيز وتأهيل طاقة وجودة مراكز الاستقبال القائمة وخلق مراكز متخصصة جديدة كفيلة باستقبال وتقديم كافة المساعدات والخدمات وفق مقاربة تشاركية تعتمد التشخيص والتخطيط التصاعدي والتتبع والتقييم كآليات لترسيخ الحكامة في تدبير المشاريع المندرجة في إطار هذا الورش الاجتماعي الضخم. وتشهد العديد من المشاريع المندرجة في إطار تقديم عرض صحي يتسم بالقرب والجودة على الانخراط القوي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. تحية المقدمة عريضة من الساكنة عبر أنحاء التراب الوطني اترم المؤسسة من خلال مختلف المشاريع التنموية التي تنخرط فيها تدعيم القطاع الصحي الوطني عبر توفير بنيات مؤسساتية تساهم في تقريب الخدمات العلاجية من المواطنين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يشرف بتطمليل بإقليم مديونة على تدشين مركز للطب الاجتماعي النفسي، وهو مشروع تضامني مخصص للتكفل النفسي الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية. ويأتي هذا المركز المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 8 ملايين درهم من القناعة العميقة حيال جعل الحق في الولوج للخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة شاملة ومندمجة. فهو مشروع يندرج في إطار مخطط العمل المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والرامي إلى تعزيز العرض الصحي القائم وتحسين ولوج الساكنة الأكثر عوزا للعلاجات وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى المستفيدين. ويشكل مركز الطب النفسي الاجتماعي بتطمليل جزءا من البرنامج السوسيو الطبي للقرب لجهة الدار البيضاء سطات 2016-2020 المنفذ من طرف المؤسسة برعاية جلالة الملك الذي كان جلالته قد أعطى انطلاقة أشغاله في يونيو 2017 والرامي إلى تلبية العجز الحاصل في مجال البنية الطبية المرصودة للتكفل النفسي الاجتماعي بالأشخاص ذوي الاضطرابات النفسانية. وستمكن هذه المنشأة الجديدة
التي تعد مؤسسة مرجعية للاستقبال وإعادة التأهيل النفسي الاجتماعي من علاج الأمراض النفسية عبر تطوير القدرات العلائقية وقابلية التعلم لدى المرضى ودعم استقلاليتهم وحس المسؤولية لديهم وتقوية شعورهم بالارتياح والثقة في النفس. ويشتمل هذا المركز المشيد على قطعة أرضية مساحتها 2851 متر مربع على قطب طبي يضم قاعات للفحص في الطب العام والطب النفسي وقطب جماعي يحتوي على قاعات للأنشطة المهنية والتربية البدنية والتكوين فضلا عن وحدة للاستماع. كما يضم هذا المركز حديقة علاجية وقاعة للاجتماعات ومرافق إدارية وتقنية. ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس جهة الدار البيضاء سطات ومجلس العمالة. وستشرف على تسييره وزارة الصحة بتعاون مع الجمعية المغربية للدعم والربط وتأهيل عائلات الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. ويأتي إنجاز مركز تطمليل للطب الاجتماعي النفسي ذو القيمة المضافة الاجتماعية العالية لتدعيم المشاريع المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى جهة الدار البيضاء سطات وذلك من أجل راحة ورفاهية الساكنة المعوزة. ويعد مركز الطب النفسي الاجتماعي بتطمليل الثاني من نوعه الذي تنجزه المؤسسة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات بعد المركز الذي دشنه جلالة الملك في يونيو 2017 بمقاطعة مولاي رشيد والذي عرف نجاحا كبيرا منذ انطلاقته حيث تردد عليه إلى غاية فبراير 2018 أكثر من 3500 طالب للعلاج من ضمنهم 1300 شخص استطاعوا بعد مراحل الاستقبال والقبول ولوج المسلسل الطبي الاجتماعي. وهكذا يشهد القطاع الصحي ميلاد العديد من الإنجازات التي تهدف تحسين جميع الجوانب المتصلة بالصحة وتنصب الجهود على توفير خدمات القرب في المجال الصحي من خلال تدعيم شبكة العلاجات الأساسية. ومركز الطب الاجتماعي النفسي بتطمليل يشكل جزءا من مخطط العمل الذي تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني وذلك من خلال إحداث مراكز لعلاجات القرب. أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة بالأراضي الفلسطينية حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وأضاف البلاغ أن هذه الالتفاتة المولوية السامية تهدف إلى تقديم العلاجات الضرورية للجرحى والضحايا المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. وخلص البلاغ لأن هذه المبادرة التي تتزامن مع شهر رمضان الأبرك تنسجم مع الالتزامات التاريخية والمتجددة باستمرار لجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية وتجسد التضامن الفعلي إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية استقبل السيد عبد اللطيف لودية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنية اليوم بالرباط الجنرال روبرت بنيلر قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين عبر خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما لمتانة وجودة ودينامية التعاون الثنائي وهو ما يعكس العلاقات النموذجية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الجنرال روبرت بنيلر قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد عسكري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المبادرة
المباحثات التي جمعتها المسؤولين جرت بحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط. وبهذه المناسبة استعرض المسؤولان العسكريان يضيف البلاغ المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التنسيق بين القوات المسلحة في كلا البلدين، موضحا أنهما أشاد من جهة أخرى بالحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري بين البلدين، والذي يشمل تنظيم تدريب مشتركة لا سيما التدريب السنوي الأسد الإفريقي والمشاركة في مختلف التمارين والدعم المتبادل والتكوين وتبادل الزيارات. كما بحث من جهة أخرى فرص تطوير هذا التعاون قصد الارتقاء بالتنسيق وتطوير التناغم والانسجام والتكامل بين الجيشين من خلال تقاسم التجارب والخبرات. وخلص البلاغ لأن المسؤولين اللذين أكدا تشبثهما بمبادئ وأهداف التعاون العسكري المغربي الأمريكي اتفقا على تطوير هذه العلاقات بنفس روح الصداقة والثقة المشتركة. عقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة. الجلسة تناولت في محورها الأول قضية الوحدة الترابية للمملكة، فيما هم المحور الثاني موضوع الحوار الاجتماعي. احتفاء بالذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم بإقليم تارودان تقديم حصيلة المشاريع والبرامج التنموية المنجزة والتي تهم بالأساس الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المرأة القروية والشباب. روبورتاج حاجب تامك زكي بالقاسم محمد تونيلا. ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم العديد من التعاونيات والجمعيات بإقليم تارودانت وتوفير أنشطة مدرة للدخل لهم. وهذا المعرض الذي تضم أروقته منتجات طبيعية ومصنوعات تقليدية محلية نموذج لذلك. هذه البديله ديال المبادره الحمد لله راه ساعدت هذه المراه القرويه اللي هي محتاجه بزاف لهذا الانتاج ديال الاركان. الحمد لله المبادره استفدنا فيها بالمقر، تقريبا حنا شرينا الارض، التعاونيه ديالنا شرات الارض، والمبادره عاونتنا ب 45 مليون. عندنا ايواء ديال الاطفال دائم بفضل يعني البنايه ديالو كانت بفضل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كذلك عندنا مركز لتكوين الشباب والاطفال في وضعيه صعبه، كذلك كان من يعني من بناء وتجهيز المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. واحتفالا بذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم توزيع سيارات للنقل المدرسي على بعض المؤسسات التعليمية بعدد من الجماعات الترابية، وذلك لدعم التمدرس بالعالم القروي. هذا المعرض هذا عرضوا فيه العديد ديال التعاونيات اللي استفدت من تمويلات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكذا في تقديم ديال الدور ديال المنتوجات تثمين المنتوجات المحليه بهذا الاقليم. مجموع ديال المشاريع اللي تنجزت على صعيد الاقليم ديال تارودانت ما يناهي 3174 مشروع. وفي نفس السياق تم إحداث مجموعة من ملاعب القرب بمدينة ولتيمة تشجيعا للممارسة الرياضية في صفوف الشباب. نفتح صفحة الأنباء الدولية من الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد فلسطيني بقطاع غزة وأصيب آخر جراء قصف مدفعي استهدف بيت لاهيا، يتزامن ذلك مع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية اقتحام واسعة شرق مدينة رام الله. فرح سعف. 13 جريحا و15 معتقلا هي حصيلة الاقتحام الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمخيم الأمعري شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. القوات الإسرائيلية بررت عملية الاقتحام بالبحث عن فلسطيني تسبب في إصابة أحد جنودها قبل أيام بجروح خطيرة أدت إلى مقتله لاحقا. الشبان الفلسطينيون واجهوا اقتحام جيش الاحتلال للمخيم برشق الجنود بالحجارة، فيما رد هؤلاء بإطلاق رصاص الحي وقنابل الغاز المدمع وقنابل الصوت. وقبيل عملية الاقتحام أغلقت القوات الإسرائيلية منافذ المخيم ودهمت العديد من المنازل وحولت أسطحها إلى نقط مراقبة عسكرية لتشرع فيما بعد في تفتيش المنطقة واعتقال بعض قاطنيها. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة استشهاد شاب وإصابة آخر جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمال القطاع.
وزعم جيش الاحتلال أن قواته تعرضت لإطلاق نار في منطقة كيبوتس كارميا قرب القطاع، وعلى إثرها أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها صوب الخط الفاصل. كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا المدير السابق لصندوق النقد الدولي كارلو كوتاريلي بتشكيل حكومة تكنوقراط غدا. تخلي المحامي جوزيبي كونتي عن ذلك إثر خلافات حول أحد أعضائهما. وأكد كوتاريلي بأنه سيتم تنظيم انتخابات مسبقة خلال الخريف أو بداية العام القادم على أكثر تقدير. تصدر إيفان دوكي مرشح اليمين المتشدد المعارض لاتفاق السلام مع معارضي فارك نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، ليواجه في الدورة الثانية غوستافو بيترو مرشح اليسار المعادل لمؤسسات النظام. وستجري الجولة الثانية من الانتخابات في 17 يونيو المقبل وسط مواجهات بين مرشحي اليسار واليمين الذي يحكم البلاد منذ أكثر من نصف قرن. عودة إلى الخبر الوطني، في إطار الأيام الطبية للتضامن بصدى قاسم، قافلة طبية لأمراض العيون نظمتها السلطات المحلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة بشراكة مع جمعية شبكة إرشاد وتكافل لطبي العيون. التفاصيل في روبورتاج أحمد بن خديجة ومحمد وليدة. بإقليم صدى قاسم، قافلة طبية تضامنية مجانية لتصحيح البصر والكشف عن أمراض العيون، استفاد منها الصغار والكبار. جينا لنحت عندي نظر ناقص، دوزنا فينا لقاو عندي نظر ناقص ودار لي عطوني حساب النظارات باش نسقد النظارات ديالي. جينا لهاد الحملة هادي باش نعرفوا شنو في عينينا، وكيعطيونا المضادر بالمجان وكنستافدوا باش نعرفوا الامراض اللي فينا، وكنشكروا كاع اللي ساهموا في هاد الحملة هادي، وكنتمنى كل سنة تولي تعود هاد الحملة. عدد المستفيدين هما 300 الأطفال اللي غيستافدوا من فحص البصر، وغتكون عندهم نظارات الرؤية اللي غتكون مجانية. عدد المستفيدين 300 الأطفال، والعدد المسنين هناك فحص طبيب العيون للفحوصات المياه البيضاء الجلالة وأمراض السكري. وجدير بالذكر أن هذه القافلة الطبية تدخل في إطار البرنامج الوطني لمحاربة ضعف البصر. نتوقف اللحظة بفضاء جامع الكتبية بمدينة مراكش لنتعرف من خلال سلسلة المملكة المغربية الإنسان والماء على الخزان الذي يتوفر عليه الجامع، منشأة تعود إلى عهود قديمة يتوسع دورها بين تجميع وتخزين المياه. محمد الوهبي وعبد العالي عياد. جامع الكتبيين معلمة تاريخية بناها عبد المؤمن بن علي القومي سنة 47 100 ألف، وأعيد بناؤها حوالي 58 100 ألف بعد اكتشاف انحراف محراب المسجد عن اتجاه القبلة. بالحيز الشمالي لصحن الجامع يوجد خزان ماء أقيم لتجميع الماء وتخزينه، تقنية متطورة في زمانها. هذه المعلمة أو هذا الخزان هو عبارة عن خزانين اثنين، بني في عهد أول خلفاء بني عبد المؤمن أي الموحدين، وهو عبد المؤمن بن علي القومي. من المعلوم أن هذا المجال الذي بنيت فيه بني في هذان الخزانان هو مجال المرابطي، أي المجال الذي انطلقت أول مؤسسات الدولة المرابطية في مراكش، وهو ما يسمى بدار الحجر أو القصبة المرابطية. خزانة جامع الكتبية تتشكل من خزانين متجاورين يفصل بينهما جدار يخترقه 15 منفذ ارتفاعه يصل إلى 0.90 سنتيمتر إلى متر واحد، وذلك لتمرير المياه من خزان إلى آخر. يعلو هذه الخزانات قبول نصف برميلي مشيدة بالآجور الأحمر المشوي،
وجدرانها وأرضيتها مطلية بتدلك. يندرج الخزانان في المركب المائي المرتبط بجانب كتبيين، معلمة تحت مساحته كله، وجوانب الجامع شيدت قنوات ضيقة ذات صلة بالخزانين تجمع مياه الأمطار. سقف الخزانين أطلي بمادة الرصاص تسمح بمرور المياه عبر القنوات. هذين الخزانين لعب دورا كبيرا في توزيع المياه خاصة في المجال المرتبط بالمجال الجامع الكتبيين، أي يمد الجامع بالماء في الميضاءات والمراحل إلى غير ذلك. الخزانات كانت تتزود بفضل ساقية غربية، وغاستون دو فيردان قد عثر على جزء من هذه الساقية. الخزانان متساويان طولا وعرضا، ما يربط بينهما مجموعة من الأقواس والمنافذ تمنع من امتلاء خزان واحد بالماء، وهناك قنوات تنقل الماء إلى الجامع. الصفحة الفنية تقودنا لنتعرف على المحترف المسرحي للتكوين بمديرية الثقافة والاتصال بالرباط. فضاء سنوي مفتوح يروم تمكين الأطفال من كل التقنيات اللازمة لتطوير شخصيتهم وأدائهم. العرض الختامي شكل مناسبة لإبراز عدد من المواهب الصغيرة. روبورتاج عبد الرحيم بن شيخي وياسر الدغمي. التدريب على تقنيات المسرح والأداء والارتجال هو جوهر هذا العرض. أطفال يصعدون إلى الخشبة ويشخصون أدوارا مختلفة، إذن اكتسبوا ثقة في النفس. من له موهبة فهذا مجاله، لكن كل المهن بل الحياة أصبحت في حاجة إلى التدريب على القدرات. شاركت في هذه المسرحية لأن المسرح أصلا كيعجبني، وهو أب الفنون عزيز علي المسرح، وكانت هذه المشاركة جيدة ومتشوقة واستفدت بزاف ديال الحوايج. أنا المسرح كيعاونني أنني ما نكونش تيميد، ساميد ا بارلي ا بريزونتي دي بروجي ان كلاس. انا ديجا كيعجبني المسرح حيتاش ديجا باش كون عندك الكوراج باش انك تهضر قدام بزاف ديال الناس راه حاجة مزيانة. بإشراف أساتذة مختصين تواصلت هذه المحترفات سنة كاملة بطريقة علمية مدروسة. خدينا وليدات اللي كان بزاف ديال كل واحد عنده مشكل، وكل واحد على الجهة ديال المسرح، كاين اللي هواية ديالو مسرح، كاين اللي تيكون ما تيقدرش يهضر، كاين اللي عنده بعض العقاد نفسية. دونك حاولنا واشتغلنا معهم أجمعين باش نقدروا كل واحد فيهم يوصل المبتغى. دونك حاولنا في العمل بتقنيات مختلفة، درنا ارتجال، درنا بزاف ديال التقنيات، وهاد التقنيات وهاد الأعمال كاملين اعطتنا مسرحيات اللي غنقدموهم اليوم. ما يصطلح عليه الآن التدريب الشخصي أو الكوتشين ليس إلا جزءا صغيرا من التدريب المسرحي أي الارتجال، وهؤلاء الأطفال أتقنوا الأصل وليس الفرع. ولمن يود التعرف على جديد أحوال الطقس، لبنى بن الرامي معها جديد التوقعات خلال الساعات القادمة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الجوية. زوال هذا اليوم بمشيئة الله ستكون الأجواء مستقرة بشرق المملكة مع انتشار سحب منخفضة وكثيفة على السواحل المتوسطية. درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة بالحسيمة، 22 درجة بسازة، 24 درجة بتونات. هذا وستظهر خلايا غير مستقرة بمرتفعات الأطلس المتوسط قد تعطي قطرات ضعيفة ومتفرقة، وبالشمال الغربي يرتقب بحول الله انتشار ضباب وسحب منخفضة كثيفة بالسهول والسواحل. درجة الحرارة ستصل إلى 24 درجة بخليبكة، 26 درجة ببن ملل، بأرفود ستسجل 33 درجة. بالمناطق الوسطى الأجواء مستقرة ومشمسة، ودرجات الحرارة ستصل إلى 27 درجة بمراكش،
المئاتي ستسجل 24 درجة و20 درجة بمدينة الصويرة شمال الأقاليم الجنوبية. أجواء مستقرة أيضا مع سماء قليلة السحب إلى صافية هذا، وستظهر سحب منخفضة بالسواحل الشمالية. درجات الحرارة ستكون في حدود 24 درجة ببجدور، 33 درجة ببر إنزران، 35 درجة بأوسرد، 23 درجة بالدخلة، وبالغويرة ستسجل 29 درجة. أشكركم على حسن المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرتنا. جلالة الملك يدشن أمس مركزا للطب النفسي الاجتماعي بمنطقة تطمليل بإقليم مديونة، مشروع تضامني أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن. احتفاء بالذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تارودانت، تم تقديم حصيلة المشاريع المدرة للداخل لفائدة المرأة القروية والشباب. بإقليم سيدي قاسم تنظيم حملة طبية تضامنية مجانية لتصحيح البصر والكشف عن أمراض العيون. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا لحظات، وتلتقون محمد مناجي في النشرة بالأمازيغية. في أمان الله.